بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله روتين خفيف كده في تنظيف أسفل تنظيف عربية البيبي. طبعا العربية هي زي ما انتوا شايفينها، يا رب تكون واضحة لكم أهي. أنا غسلتها مرة قبل كده بس النمل طلع لها تاني، ممكن تكون عشان بنوتي قشطت عليها. دي المرتبة، ده كيس مشمع من بره كده تمام، ودي القعر بتاعها كده او القاع بتاعها زي اسمه ايه ده الابلكاش، والجناب دي اهي فاضية كده ماشي، والجزء ده معدن ملسم كده يعني ما نخافش عليه من المية، ما يصدش او اي حاجة تمام. يعني ممكن اغسل المرتبة عادي، هي لها وش برضه انا غسلته وشايلاه، هوريه لكم ان شاء الله بعد ما اغسل السرير وافرشه وكده واظبطه هبقى اوريه لكم. هو لونه ابيض برضو، بيتشال ويتغسل ويتركب عادي خالص بكل سهولة. دلوقتي بقى هنعمل الخلطة بتاعتنا اللي هنغسل بيها السرير. بصوا كده يا حبايبي، دي حلة مليانة مية، حطيت فيها الكمية المناسبة من البرسيل، وبتقدر تحطي معطر، تقدر تحطي كلور، بس لو هتحطي كلور بتحطي كمية بسيطة قوي عشان ما تبوظش الدنيا. بس هو اصلا السرير لونه ابيض فمش هيأثر قوي، حطي كمية بسيطة وبوشها كويس في المية. طبعا انا عندي الفرشة لو اي جزء فيه بقع، بس انا يعني ممكن بدل الفرشة لو هو مش مبقع ونضيف زي السرير بتاع بنوتي، ممكن تستخدمي الليفة العادية تغسلي بيها، ممكن ليفة المواعين، ممكن سفنجة، اي حاجة بسيطة تمام. دلوقتي بقى هنجيب السرير نبله، هبله الاول تحت الدش كده بلة كويسة، وبعد كده هنرجع نغسله مع بعض. يا حبايبي انا جبت السرير اهو، بس هو ما جاش معايا بالعرض عشان الحل حطها على الكرسي عشان تساعدني في الشغل. دلوقتي بقى هفتح الدش، هحاول بقى على قدم المستطاع بيه كله كده. طبعا المرتبة يعني ده كيس بلاستيك مش هتحيرني يعني، مش هتشرب مية، فهو انا هبلها كده. حبايبي هو اتبل كويس اهو، حتى التندة بتاعت السرير اهي. هقفل المية بقى. عندي مثلا ممكن ليفة زي دي او ممكن الفرشة زي ما قلنا اهو، وابدأ اغسل كده. طبعا دي مش هتاخد معايا غسيل خالص، سهلة وبسيطة، من الجزء بتاعها املس خالص وناعمة اهو من الجنبين كده. طبعا تحط المعطر اللي انت حباه تمام. هظبط دي كده وارجع لكم تاني. انا كده غسلتها كويس قوي اهو، هبدأ بقى اشطفها، اشطفها كويس خالص. طبعا الصابون كله بينزل كده على السرير مفيش مشكلة، يعني مش بستهلك مية على الفاضي. هشطفها كويس واسيبها جنب بقى في الصفة كده، مش هتحتاج كتير، واغسل بقى ايه السرير. بصوا كده انا سايبة المرتبة اهو تتصفى على الحوض، اهو سايباها كده على الحوض. نيجي بقى للسرير، نفس النظام ونفس الشغل. مثلا ابدا بالتاندا دي كده، هي التاندا لو هي شكلها بتتخلع ولا ايه؟ نحاول نتخلع مع بعض. لا للاسف ما بتتخلعش، يعني ممكن تكون دي بتتفك كده مثلا. لا هي متخيطه، لحظه. طب هتدخل منين؟ يعني لو هفكها من هنا كده هتخرج منين؟ لا مش هتنفع، هو ينفع ان انا المها مثلا لغاية ما اغسل. ما علينا، اسيبها زي ما هي عادي اهي. هبدأ بقى اغسل التندة مع
معلش عشان انا اللي ماسكه الموبايل، احاول اجيب لي ستاند. اغسل بقى الجناب والحاجات دي. ايه اللي خلاني غسلت وانا لسه غسلاه قريب؟ لقيت النمل طلع له. ممكن مثلا اكون وانا بشيل الجناب كان ايدي فيها حاجه غصب عني مسكت في السرير فخليته ايه النمل يطلع له مثلا او كده. اتمنى يكون الصوت واضح. طبعا عشان ابلكاش الجزئيه دي ابلكاش. سامعين الصوت؟ الصوت معروف يعني. احاول على قدر المستطاع اجيب ستاند في اسرع وقت، بيساعد كتير كتير. طبعا دي بتاعت اللمبه والمفروض ان هي فيها موسيقى او كده للطفل، بس انا مش عايزه اعود بنتي على الموسيقى. احنا عارفين ان الموسيقى مزمار الشيطان، بحاول اعودها على سماع القران والحاجات دي افضل. ممكن اناشيد اطفال برضو، بس تكون ايه اناشيد لها معنى ان الطفل يتعلم منها. اهو احاول منساش اي جزئيه. طبعا برضو الاجزاء دي. بصوا بقى يا حبايبي، انا محبتش اطول عليكم، غسلت كويس جدا 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 ورفعت كل الاجزاء دي، غسلتها بايدي كده وبرضو الجزء اللي تحت ده خالص كده تمام. والتان ده برضو غسلتها كلها كويس ولفتها كده عشان تتصفى كانها بتتعصر يعني. فتحت عليها الدش وشطفتها كويس من كل الجناب. هي دلوقتي تقريبا كده، معلش لحظة كده، هي كده ايه يعتبر السرير كده اتصفى معايا كويس. طبعا الفرق واضح. بصوا هي دي تبقى كده. بيبقى كده اظبطها بس اهي بتبقى كده اهو. انا طبعا رفعت كل ده من كل الجناب كده ووصلته. هبدأ بقى ارفع الكام ده تاني اهي. معلش زي ما قلت لكم انا اللي ماسكه الموبايل، سامحوني. اهي هو كده خلاص اتصفى كويس. وطبعا معايا المرتبه هنا برضو اتصفت. هاخده بقى بره في الهواء. احنا دلوقتي داخلين على المغرب، اسيبه بقى يتصفى بقى مع نفسه يتهوى خالص لغايه بكره. الشمس بعد كده هتيجي عليه وهينشف كويس، وما بياخدش وقت كتير في النشف يعني، هينشف كويس باذن الله. دلوقتي بقى ارمي كتير عندي برضو عربيتها سافنج، هرسلها. بس عشان ما اطولش عليكم هعملها لكم جزء تاني او فيديو تاني لوحدها عشان ما اطولش عليكم يعني. برضو يكون ده نشف عشان ما يبقاش الاثنين مش موجودين ليها، لان هي اكيد هتحتاج حاجه منهم. هوريكم العربيه، خليكم معايا. بصوا يا حبايبي هي دي العربيه برضو ليها تند اهي تمام، بس مش هعملها النهارده عشان الفيديو ما يبقاش طويل، وعشان برضو انا محتاجه واحده منهم تكون موجوده. فانا هشيل دي هسيبها لبكره ان شاء الله، واخلص الاول السرير والعربيه دي اعملها بكره. دلوقتي بقى زي ما قلت لكم هاخد السرير على بره واوريه لكم وهو في مكانه.
شايفين معايا كده هنا في طرقة واسعة كبيرة قوي قدام الشقة اهو، ما شاء الله واسعة جدا. هسيبها هنا بقى كده، بس افرد السرير. انا كده عكسته، لا ما عكستوش، هظبطه بس اهو. ده مكان كده اللزقة، اظن هنا عشان الاضاءة مش كويسة جوه، فهنا يكون واضح لكم شكله عشان الاضاءة بره افضل شوية. اهو بان عليه النور ما شاء الله. اهو ممكن اشيل دي كده لوحدها، احطها مثلا على كرسي كده اهو، واخلي السرير جنبها اهو زي ما انتم شايفين. اسيبه بقى من هنا لبكره ان شاء الله. الشمس بتلف وبتيجي هنا لان في تهويه اهو، الشمس تيجي هنا هينشف كويس ان شاء الله. هي بقى هتبقى تنام عليه، واغسل العربيه بكره ان شاء الله. طبعا مش هفضي الميه اللي فيها اريال وحاجات من دي لان خساره يعني، فيها نسبه عليه لان السرير ما فيهوش حاجه ان هو يعمل ده كله. بصوا كل ده نضيف ازاي ما شاء الله، باين عليه النظافه يعني. تمام، انتظروني بقى في فيديو جديد. ولو اول مره تشوفوا لي فيديو على القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعموني بلايك، وجزاكم الله خيرا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.